بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة الجزيرة المباشرة. تحية لكم من تونس وبالذات من مدينة حلق الواد، حيث سنقوم اليوم بجولة بسوق الخضار لنرصد حركة البيع والشراء ما بعد العيد. إذن نتجول هنا في السوق، وبالطبع وكما ستلاحظون حتى بأعينكم الإقبال ضعيف. ونأخذ السلام عليكم. السلام بك سيدي، إن شاء الله عيدكم مبروك. إيش أحوالكم أنتم؟ مش أحوال السوق عاد بعد العيد؟ والله لاباس والحمد لله، ويا ربي لك الحمد، ونسي حمد ربي نشكريه، وإن شاء الله الناس كل بخير. امين يا سيدي، امين، كله بخير. شكرا لك، شكرا لك، شكرا. هاك شويه بخورات شويه قفاف، والانسان الحمد لله مستورين 50 سنه في البلاصه هذه، الحمد لله يا رب العالمين. ربي يعينك يا سيدي، عايشك يا بابا ويرحم والديك، عايشك. امين امين. اذا وصلت الجوله كما قلت، يعني السوق يعني الحركيه فيه قليله بالطبع بعد العيد. هناك حتى بعض البائع الذين يعني اغفلوا محلاتهم وسيعودون ربما في المطلع الأسبوع، حتى كما تشاهدون المعروضات قليلة، ربما هي من الخضار المتبقية لدى البائع في آخر الأيام الأخيرة قبل العيد. تشاهدون القليل من البائع يوجدون على عين المكان. السلام عليكم سيدي، عيدك سعيد ومبارك. شنو الاحوال السوق عاد بعد العيد؟ السلعه ناقصه برشا، السلعه ناقصه برشا وغاليه برشا، غاليه ناقصه بالكدا بالكدا، السوق ناقص. مول الفلاح ما يرجعوش كلهم، فهمت، والخدامه في السواني ما يلقاوش خدامه، دونك سي نورمال الانتاج ينقص والسلعه تغلى شويه. اما حكيت هي مات وبعد ترجع كيف ما كانت، فهمت، حكيت نهارين ثلاثه وبعد ترجع كيف السوق يرجع كيما كان. وكاو أكثر في المرشي فارغ، ما فما حتى نسمع مزاح كلنا. إن شاء الله ربي هذاك حد الباس وكهوة. إن شاء الله عيدكم مبروك. مبروك، شكرا لك، شكرا لك. السلام عليكم مدام، أهلا وسهلا بك أخت. أوكي، ألا ترغب في التصوير؟ أوكي، إذا نوصل الجولة ونأخذ أيضا هذا البائع. السلام عليك، اهلا وسهلا بك. لا لا ما اليوم سوق. لا لا ما نعطيك. انت لاباس خويا؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بك. نعم. ايوه، شنو الاحوال في السوق؟ برشا مرات عاد هنا. لا لا اليوم عاد وبعد العيد للساده المشاهدين. ايوه. ولا ايش باش نقول لك، على العيد هذا الاسعار طالعه شويه. ترجع كالعاده ثلاث اربع ايام ترجع السلعه موجوده وتولي كل شيء موجود. غير على الايمات هذوما نتاع العيد بركا، فهمتني؟ الاسعار في متناول الجميع، السلعة ناقصة شوية في العيد بعد تتجدد، ولاباس. بس الأمطار هذه إن شاء الله باش تكون عندها فائدة، تتوقعوا تكون عندها فائدة، ترجع بالفائدة للخضرة والغلة والزراعات الكبرى وكل شيء، فهمتني؟ سيدي ربي يعينكم. يعيشك رحمة الله. هذا يعني كما تشاهدون السوق امامكم، تقريبا الناس فيه باعة، العديد منهم ما زالوا في عطلة عيد، واغلب الناس حتى يعني لديها كمية من الخضار المخزنة. السلام عليكم. السلام اخويا، اهلا وسهلا بك يا سيدي، ان شاء الله عيدك سعيد. اعطينا كلمه فقط من دون صوره، الاحوال في السوق؟ لا لا بس الحمد لله، رحم وديك يا اخويا. ان شاء الله، شكرا. بعد العيد تتفرج شوي. ان شاء الله يا رب، شكرا لك يا سي ربعين. السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم سيدي، تحياتي يا بابا، عيد سعيد ومبارك. شنو هي الاحوال في السوق بعد العيد؟ ان شاء الله كل عام حي بخير. السوق مازال ما بديناش نخدم، مازال الدنيا مريحه والفلاح مريحين، فهمت ولا؟ ان شاء الله الجمعه الجايه يبدا السوق، تو ما يبداش، تو شوي شوي ما عندناش حاجه، فهمت ولا؟ بعد العيد نتفكر الله نخدم روحنا. كيفاش كان عيد السنه على التوانسه؟ لاباس خويا،
لاباس الحمد لله. الناس ساكن في الغلة تسف الملة. فهمت خويا؟ الحمد لله ونشكره. هاو الدنيا غالية، هاو الدنيا غالية. هو ياخذ فيها، علاش ياخذ فيها؟ هي غالية، علاش ياخذ فيها؟ خليها لمالها. ما تاخذهاش. كان انت ما تاخذهاش، يا اخي ما تاخذهاش. أما احنا تولي فيها راس سلم. كي تغلى الحاجة تولي فيها راس سلم. هكا. شكرا لك حسين، شكرا لك. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. يا سيدي شنو الاحوال في السوق اليوم بعد الليل؟ والله انا مش من هوني، من تونس، من زرزيس. يعني جينا نشوفوا نلقوش حاجه ناخذها. لا سي بون تمرشت هذا وبدنا ناخذوا ابرك. الاسواق مش عارفين بالضبط كيف ولا عندي نقول لك. كيفاش العيد في جرجيس؟ اعطينا شويه، فماش عادات خاصه مثلا عندكم في منطقه جرجيس؟ انا في زرزيس مش كيف انا نذبحوا سيته نخلاها نهار. نعملوا كل عصبان في النهار الاول، بعدها في النهار الثاني نقطعوا العلوش، نعملوا مقلايه، نعملوا مشوي، تلمد الفامي كامله، عمام وخوتو، وناكلوا المشوي كل مع بعضنا. وجوا نتاع باش تسلم على عمتك خالتك، كل جوا نتاع الدار كل خير غبرك. من الانسان عنده ساعات في تونس كل واحد وحده تحس، اما في زرزيس تلقى الناس كل تتلم العمام مع بعض، مش كيف فرق كبير ياسر. ولاباس الحمد لله، بارك الحمد لله. عنده الاسواق غاليه في العيد السنه، رجوليه مش نورمال. هناك تلقى في 10 كيلو تلقى ب 400 500 والحمد لله. الحمد لله الحمد لله حسن. والصحه باهيه يزي الحمد لله يا رب، كل شوي بشوي تتحل ولاباس. الحمد لك الصحه سيدي. عارف طيب. اذا هذه كما تشاهدون الاجواء امامكم، وهذا هو السوق. حركيه قليلة وضعيفة. وسلام ورحمة الله وبركاته. إذا على هذه الصور مشاهدينا الكرام، وكما تشاهدون أمامكم يعني السوق يعني فيه حركية ضعيفة. نصل بهذا إلى ختام الجولة هنا في سوق الخضار بحرق الواد. محمود مجذوب يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.